في البريك تايم مازلنا مواصلين معاكم، شكرا لكم، بارك الله فيكم اللي قاعدين تتابعوا فينا. طريق السلامه للجميع كالعاده، تابعونا تسمعونا على الفريكونس نتاعنا وتفرجوا فينا لايف توت سويت على الباج فيسبوك راديو ميتيون زيد. نمشيو توت سويت لشوفيان. شوفيان شوفيان شعبويه في امريكا والشعبويه في تونس زاد. اللي صار البارح في اكبر وثاني اعرق ديمقراطيه في العالم وأقوى دولة في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية، يدل قطعيا وتراجيديا اللي الشعبوية هي أم الكوارث، وما فما حتى بلاد في منأى ومأمن منها، وأنه الشعبويين زاد على غرار الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب يدغدغوا الأحاسيس والنزاعات الغرائزية وروح القطيع الكامنين في مناطق دفينة في الشخصيات المضطربة في عالم السود والعولمة الرأسمالية المتمحشة وأزمة المشروعية لدى المنظومات لدى حكام المنظومات القديمة، وفي عالم كذلك يتسم ببروز الإقطاعات السياسية لما بعد الحداثة. الشعبوية ممكن تتحول جراء تراكم أوجه الأزمات والتأزم إلى تيار جارف عنيف مقرف يهد الهيكل على رؤوس الجميع ويؤسس الفوضى العارمة على حساب السياقات التاريخية المؤسسة ومفاهيم كذلك مؤسسة كما سيادة المؤسسات والتنفس النزيه والتعايش الديمقراطي. الشعبوية موجودة اليوم في أمريكا الشمالية، موجودة زادة في أوروبا، موجودة في جنوب القارة الأمريكية، موجودة في آسيا، وموجودة في تونس زادة. شوفوا المشهد السياسي التونسي اليوم تبعنوا فيه جيدا، اللي تغي فيه هو الشعبوية بكافة تلويناتها، بل أنه حتى الصراع محتدم بين الشعبويين ومناش في مأمن من اللي صار البارح في الكونغرس الأمريكي والكابيتول في واشنطن اللي يعتبروا معاقل للديمقراطية وهكاك يعتبروها كافة الحقوقيين في العالم. في تونس اليوم كما في عديد الدول، أما في تونس بشكل أكبر وأعمق وأشمل بحكم تراكم 10 سنين من الفشل الذريع بعد الثورة خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، الناس فقد الأمل وللثوابت وللمرجعيات، والشعبويين اللي منتشرين أساسا ومتسترين أساسا بالدين ولا بشعارات ديمقراطية أحيانا فضفاضة قاعدين يصبوا في الزيت فوق النار، ومنظومات وأدوات الضبط التقليدية متاع المجتمع والتربية والثقافة والمؤسسات في أزمة عميقة كمش في سبات عميق، وكل شيء ولا ورد وكل شيء ولا ممكن. السلطة في تونس مخترقة من لوبيات داخلية وخارجية وأشباه سياسيين يخدموا في الأجندات الخفية ويستعملوا في اليأس المنتشر لدى شراء هامة من المجتمع باش يدقلقوا وينسوا المنظومة السياسية بأكملها ويفتحوا الباب قدام عتبات التلاشي والعدم. فيقوا يا ناس، فيقوا قبل فوات الأوان، ما تكونوش أدوات الحروب الجاية واللي في آخر المطاف ما يدفع ثمنها البعض كان المواطن الغلبان اللي للأسف ينجم ينخرط عن وعي وخاصة عن لاوعي في مخططات الشعبويين الجهنمية. تونس اليوم في مفترق الطرق ومصير التوانسة بين ايديهم في اخر المطاف، اما التاريخ ما يرحمش الشعوب اللي تبدد مصائرها بيديها. شوفيان شوفيان